أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان تقديم 103 ملايين و224 ألفا و212 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان. أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحملة قدمت الجمعة 633 ألفا و111 خدمة طبية.